احنا في الاول ديال 2022 الا بغيتي في الاخر ديال هذا العام ما تلقاش راسك مريض ومستريسي وسيرتو فيك الوجع في كرشك. علاش؟ حيت غتكون حققتي بما داز العام كامل وما تفرتيهش كما كنقولوا، سيتادير درتي هكا ديال لي زوبجيكتيف هكا ديال الاحلام ايوا ما حققتي فيهم غير شويه ولا غير ها غير شي شطيحه. اجي قرب هاد لا فيديو اللي كنت تصنت ليا مزيان اي سورتو كتعرفوني ما عنديش مع الشفاوي الله يداوي. طبق 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 كاع الحوايج اللي غادي نقول لك، غادي تقول ستوب لكاع الناس اللي هما كيفرانيوك ما كيخليوكش توصل للطموحات والاهداف والاحلام اللي بغيتي، غادي تقول ستوب للناس اللي هما كيغيروا منك، حيت اللي كيغير منك ما عمرو كيبغي لك الخير، وزيدون كتكونوا حاسين بها وعارفينها غير بعد مرات الله يجعل السلامه كتعامى والواحد كيبغي يتعامى يكذب على راسه. غادي تقولوا ستوب للناس اللي كتحسوا براسكم حداهم ميناب ما كتسواوش ما عندكمش القيمه بزاف اولا كيخرجوا لكم يا العوياد بالله غير لي ديفو ديالكم. وغادي تقولوا ستوب سورتو لهاد لا كاتيجوري اللي هي مهمه لكاع الناس اللي يا اما كيسفوا لكم الطاقه ديالكم يا اما كيهرسوا لكم بالاحلام ديالكم ديال هذوك النوع اللي ما كيديروا ما كيخليو اللي يدير. شو خلي ليا اون كومونتير شنو هما الحوايج اللي قلت دابا 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 عاد وغير محسيتي بهم هكايا صدعوك الداخل، اولا الناس اللي هما نيت عرفتيهم وشفتيهم خلال هاد لا فيديو كاينين في حياتك. كانت معاكم ناهد رشاد، هذا هو، الله يحفظكم.